تحت رعاية الجمعية التركية العربية وبمشاركة جمعية الصداقة المغربية التركية. الموعد الجديد مع بازار عيد الفطر السعيد. أزيد من 40 عارض وعارضة من الجالية العربية يلبون جميع طلباتكم ورغباتكم. معرض عربي بصفة عامة ومغربي بصفة خاصة لاقتناء ما لذ وطاب من مواد غذائية وشهوات مغربية وعربية وملابس تقليدية أصيلة وإكسسوارات. موعدنا قبل العيد بثلاثة أيام، أيام 6، 7، و8 من شهر أبريل الجاري 2024، من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 9 مساء. المكان صالون وقف مسجد تقسيم بإسطنبول. فهلموا جميعا، الدعوة عامة وبالمجان.